رغم انها مش موجوده في اي مكان في العالم. لا لا ما في مكان في العالم في دوري قوي ومنتخب قوي. لا اعتقد انها هي اكبر تحدي ممكن على اي دوله تريد رياضه متطوره، الدمج بين الدوري القوي والمنتخب القوي. من الممكن ان نسوي دوري قوي ومنتخب قوي. يعني خلينا ناخذ احنا الاهم اربع دوريات في العالم اللي هم الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني. ايطالي والالماني. ايطالي والالماني، اوكي، احنا ناخذ الاربع ذولي. طيب لو اخذنا الاربع ذولي، ايش اعظم اربع دول في كره القدم في العالم؟ اعظم اربع دول كانجازات، اربع منتخبات كمنتخبات، اعتقد ان البرازيل اول منتخب، المانيا ثاني منتخب. اعتبر برغم دوريها مش رقم واحد، مو رقم واحد بس دوري قوي جدا لا نقاش. ومعظم اللاعبين اللي حققوا كاس العالم من داخل الدوري الالماني، حتى الفرنسي ترى دوري يعني فيه بس شويه. معظم اللاعبين اللي حققوا كاس العالم من المانيا من داخل الدوري الالماني معظمهم. يعني انت رايك ان احنا ممكن نوصل لمعادله نسوي دوري قوي ومنتخب قوي؟ بدون هالكلام ما حنتطور. يجب ان يكون الدوري قوي ومنتخب قوي. كيف طيب وانت عندك سبعه او ثمانيه لاعبين؟ ابدا هذا مو عامل مؤثر، انا مع استمرار السبعه لاعبين بصراحه. يعني انا ممكن سمعت اراء كثير تخالف هالشيء، انا ما اعتقد انه هذا قرار ابدا صحيح. ان عندنا شح كبير في المواهب، انا ممكن الف على الانديه كلها الان الكبار في الدوري السعودي، تجد نقاط ضعف في جميع الانديه الكبيره، يشغل هذه الخانه لاعب سعودي. فلذلك تقليص عدد الاجانب ابدا ما هو الحل، بالعكس عدد الاجانب رفعوا مستوى الدوري. اللاعب السعودي اللي يريد ان يرفع من مستواه لازم ينافس هؤلاء اللاعبين للوصول لاعلى مستوى ممكن له ويتطور. بعد ما يعني يتم عمل كبير للرياضة السعودية من خلال الأكاديميات، من خلال الفئات السنية، ويصنع مواهب الكرة السعودية. طيب. ممكن في ذاك الوقت تقلص. الآن أعتقد أنه خيار جدا ممتاز، ولا أرى أنه ينزل خصوصا عن ستة لاعبين. يعني لو قرروا السنة الجاية يقلصون للستة، ستة أعتقد أنه أقل عدد ممكن حتى نستطيع أن نصنع دوري قوي، لأن المواهب أبدا مو موجودة، والموجودة على مستوى المهارات لا تكون مناسبة على مستوى الشخصية. ففي نواقص كثير في الكرة السعودية لازم نغطيها لفترة معينة حتى نصل بالدوري أول شيء للقوة المطلوبة، ونصل إن شاء الله بالمنتخب للقوة المطلوبة. أباخذ منك تعليق سريع محمد الشيخ.